تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتبادل كثير من الناس التهاني بحلول العام الهجري الجديد، فما حكم التهنئة بحلوله؟ ومن العبارات قولهم عام سعيد أو قولهم وكل عام وأنتم بخير، هل هذا مشروع؟ هذا بدعة، هذا بدعة، ويشبه تهاني النصارى للعام الميلادي، وهذا شيء لم يفعله السلف. وأيضا هو العام الهجري إنما هو اصطلاح من اصطلاح الصحابة لأجل تاريخ المعاملات فقط، لأجل تاريخ المعاملات فقط، ما حطوه على أنه عيد وعلى أنه يهنأ به وعلى ما أنا لا أصل له. الصحابة إنما جعلوه لأجل تأريخ المعاملات وضبط المعاملات فقط. نعم.